اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات ايزي فور يو. هاي الحلقة حابب احكي عن فيروس كورونا. هذا الفيروس هلق متواجد بالمانيا وعم شكل قلق للناس. بس قبل ما بلش بفيروس كورونا حابب احكي عن الفرق بين الفيروسات والبكتيريا او الجراثيم بالعربي. طبعا الفيروسات والبكتيريا بشكل امراض، بس في هناك اختلاف جذري بيناتهم من ناحية البيولوجي. فيروسات ما لها كائنات حية ولا يمكن القضاء عليها بواسطة المضادات الحيوية الأنتيبيوتيك. هون بيتشكل عنا سؤال، ليش الأطباء وقت الإنسان بيصاب بالإنفلونزا أو الرشح أو الجريب الذي يعتبر فيروسي، ليش بيعطوه مضادات حيوية؟ الجواب بكل بساطة هو إنه الجراثيم والفيروسات بيضعفوا المناعة. فوقت بتضعف المناعة الجراثيم كمان بتدخل على الخط وبتستغل الفرصة وبدها تنهك بالخلايا الجسم. فبالإنسان أو الطبيب بشكل عام بيعطي مضادات حيوية للقضاء على الجراثيم، وهيك بتتفرغ المناعة الجسم للقضاء على الفيروسات. هذا هو السبب الفعلي. طبعا اثنيناتهم حجمهم صغير، بس حجم الفيروسات كتير صغير وبتحتاج مجهر إلكتروني، أما الجراثيم ممكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي. قدرة اثنيناتهم عندهم قدرة على تكاثر في فترة زمنية قصيرة وسرعة هائلة، مسببة بشكل أو بآخر أمراض مختلفة. رغم أنه الفيروسات والبكتيريا بشكل أمراض، بس في عندهم اختلاف كتير كبير. فالبكتيريا مستقلة بذاتها، يعني هي كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية، بتحتوي على كل ما تحتاجه للقيام بجميع وظائف الحياة الأساسية. فهي بتحتوي على المادة الوراثية المسؤولة عن تحديد صفات وسلوك البكتيريا، بالإضافة إلى جانب أجهزة خلوية صناعة البروتينات التي تحتاجها من أجل حياتها. فخلية البكتيريا مثلنا تتغذى وتقوم بالاستقلاب الذاتي وتتكاثر بالانقسام. من بين الأمراض اللي بتسبب البكتيريا هي الدفتريا، الكوليرا، والسعال الديكي والسل. خلينا نقول البكتيريا نشبه بين الخلية البشرية والبكتيريا أو الجراثيم، هو تشبيه خلينا نقول بسيط بين شركتين، بين شركة بوما للملابس والأديداس. شركتين عندهم نفس الآلات لإنتاج الملابس، عمال، قدرة الإنتاجية والانتشار. بس الخلية المضيفة للبشر تنتج خلايا بتساعد بناء الجسم الإنسان. خلايا جسومية تدخل على الخلية البشرية وبتغير كل شي فيها وبتستعمرها استعمار. خلينا نقول الأديداس دخلت على البومة، اشتريت البومة وبدأت تغير بالبومة، فرح تغير العمال، رح تغير الآلات، ورح تغير القصة عن طريق تغيير الشفرة وتغيير الشعار وبعدين الانتشار. التشبيه مبسط. في حال البومة ما وافقت على الشروط تفسخ العقد وبتطلع الأديداس من البومة. بهي الحالة الأديداس تقدر كمان تكمل حياتها من دون حاجة البومة، رح ترجع على نفس الآلات اللي عندها وتكمل بالإنتاج تبعها من دون ما تأثر عليها أي شيء. هذا تشبيه بسيط. بس طبعا في بكتيريا مضرة بالصحة وفي بكتيريا مفيدة بالصحة. مثلا البكتيريا المعوية بتساعد الجسم على الهضم. فيروسات شيء آخر، جزيئات وليست مكونا خلويا. يعني فيروسات هي عبارة عن جزيئات معدية وليست خلايا، وتتألف من ورد مواد وراثية محاطة بغشاء واقي من البروتينات، ولا تمتلك أجهزة خلوية لتوليد الطاقة وإنتاج البروتينات أو التكاثر. فهذا السبب الرئيسي اللي بتهجم على الخلية البشرية وبتحاول تستغل الخلية البشرية لصالحها لإنتاج الطاقة وإنتاج البروتينات وبعدين التكاثر والانتشار. حجم الفيروسات يعتبر الحجم كتير صغير، يتراوح حجمها بين
0.001 مليمتر، وهذا الشيء يعني انتظر الفيروس بشكل عام، عدم حمايته بشكل عام بخلايا أكثر، فبيعرض أكثر شيء للطفرات. نرجع لموضوع التشبيه اللي شبهته، خلينا نقول شركة الأديداس ما عندها غير الشفرة، فلسة الشركة، بس ما عندها غير الشفرة تبعت الملابس اللي موجود عليها اللوجو والقصات. دخلت على البومة وبدأت تشتريها، فدخلت احتفظت بالعمال، احتفظت بالآلات الموجودة، واحتفظت بطريقة الإنتاج. اجت بس على الكمبيوترات، شالت شريحة البومة وحطت شريحة الأديداس، فتغير طريقة الإنتاج وصار عندها، خلينا هي الشفرة الوراثية، فتغيرت نمط القصة وصارت شكل نمط قصة الأديداس وشعار الأديداس. هذا التشبيه بشكل عام العملي. إذا البومة بدها تفسخ العقد مع الأديداس، راح تطلع برا الشركة، وشركة الأديداس خلينا نقول ما عندها، مثل ما قلنا سابقا، إنه ما عندها غير هاي الشفرة، ما فيها تقدر تبني، ما عندها آلات، ما عندها شركة، ما عندها عمال، ما عندها شيء تبني عليه، فراح تنهار الشركة وراح تروح اسم الأديداس. وهي الفيروسات نفس الشيء، وقت ما بتحتل الخلية البشرية أو الحيوانية أو النباتية، راح تنهار وتموت بطريقة كتير سريعة. كنا عم نحكي موضوع إنه الفيروسات صغيرة، فهي معرضة لطفرات، فبتتغير من فترة لفترة، فهذا السبب الرئيسي اللي نحن بنشوف إنه كل سنة عندنا اسم وفيروس شكل جديد، بس هي تطور أو طفرات نتيجة عم تطرأ على الـ RNA تبع الفيروس أو الشفرة الوراثية تبعت الفيروس، وعم تشكل عنا فيروسات جديدة، شيء إنفلونزا الطيور، شيء إنفلونزا خنازير، وهلق عنا كورونا. طبعا مثل ما قلنا، لا يمكن الفيروسات أن تكاثر بدون مساعدة خارجية. إذا تدخل مكونات الحمض النووي والغلاف البروتين للفيروس إلى الخلية المضيفة، يتم تثبيت وإيقاف كل المعلومات الجينية الموجودة في الخلية المضيفة، ويسخر الفيروس الخلية المضيفة لتكوين فيروسات جديدة إلى أن تنفجر الخلية وتتحرر فيروسات جديدة. يعني هيك عمل إنتاج الفيروس. مثل ما قلنا، شركة أديداس تدخل البومة، بس ما تحط الشفرة وبلش بقى تنتج نتيجة، وبتكب شفرة البومة وبتبلش تنتج كل شيء بالأديداس، شعار الأديداس وقصة الأديداس واللوجو تبع الأديداس، وبلش الانتشار على هذا الأساس. طبعا نحن بدون التشبيه والأسماء، بس هي مش مجرد للشرح، الشركتين أنا بحبهم. طبعا مثل ما قلنا، الفيروسات بتصيب النباتات، الحيوانات، وتصيب الإنسان، وتشكل عنده الأمراض. عند الأمراض عند أو الفيروسات بتشكل أمراض عند الإنسان، مثل الفيروس الإيدز، الهربس، التهاب الكبد، الإنفلونزا والحصبة والحمى الصفراء. أدوية خاصة للعلاج، أنا بقول لك ما في دواء واضح. المضادات الحيوية مثل ما شرحت سابقا، هي مجرد عمل للحماية من حماية جسم الإنسان من الجراثيم التي ممكن أن تهاجم الإنسان أو الخلايا البشرية نتيجة ضعف المناعة. فالمضادات الحيوية بتحمي بس من الجراثيم، وبتفرغ عمل مناعة الجسم للقضاء على الفيروسات. بس في أدوية مثل فيروستاتيكا، هي تمنع تكاثر الفيروسات، يعني بتثبط عمل الفيروس وبتمنع إنه الفيروس يحتل خلايا تانية وينتشر الفيروس بالجسم. فيروس كورونا هلق موجود بألمانيا. هذا هو شكل الفيروس، من فوق شوك بروتيني سكرية، ومن جوا هاي هي الشفرة الوراثية اللي لونها زهري، هي عبارة عن الـ RNA، وهي بتدخل على الخلية وبتغير الشفرة الوراثية تبعت الخلية المضيفة، وبعدين بلش تنتج فيروسات لحتى تنفجر وتتكاثر الفيروسات بشكل أكبر، وكخلية خلية ورا الثانية تنهك بتهاجم خلايا الجسم البشري.
بعض النصائح والإرشادات من خبراء الصحة الصينيين في مدينة ووهان وطريق الوقاية من علاج من فيروس عفوا كورونا. حجم الفيروس يعد كبيرا، حيث أن قطر كل خلية من 400 إلى 500 نانومتر، ولهذا فإن أي قناع ممكن أن يمنع دخولها. مع ذلك عندما يقوم شخص بالعطس أمامك سيأخذ الفيروس 3 أمتار قبل أن يسقط على الأرض ولا يستقر عادة في الهواء. عند سقوط الفيروس على سطح معدني فإنه سيعيش 12 ساعة، لذا ينصح بغسل اليدين عند ملامسة أي سطح معدني وبشكل جيد. بشكل جيد معناتها من 20 ل 30 ثانية. المفروض واحد يغسل دياته، يغسل بين الأصابع، يغسل تحت الأظافر، هذا الغسل بشكل جيد، ومثل ما قلت من 20 ل 30 ثانية. والإنسان لازم يوضع دياته بشكل مستمر تحت الماء من أجل القضاء بشكل أكبر على الفيروس وحتى الجراثيم. يبقى الفيروس حيا عند سقوطه على الأقمشة لمدة 6 إلى 12 ساعة، ولكن ممكن القضاء على الفيروس عند غسل الأقمشة طبعا بالحرارة من قتل الفيروس. أما بالنسبة للملابس الشتوية التي لا تغسل يوميا فيفضل وضعها تحت أشعة الشمس كي تقتل الفيروس. أشعة الشمس نحن ما متوفرة عنا كتير بشكل عام بألمانيا، بس فينا نغسلها كمان. بالنسبة للمرض الالتهاب الرئوي الذي سببه فيروس كورونا، هذا الفيروس رح يشكل التهاب رئوي عند البني آدم، رح تصيب الحنجرة بسبب جفافة وبسحب وبصير في ألم بالحنجرة ويستمر من 3 إلى 4 أيام. يختلط فيروس بالسائل المخاطي وبتسرب إلى الرئتين مسبب من الالتهاب الرئوي من خلال 5 إلى 6 أيام. تأتي السخون العالية وصعوبة التنفس مع الالتهاب الرئوي عندما يكون احتقان في الأكل بالأنف بشكل غير طبيعي. هنا يجب مراجعة الطبيب. أكثر طرق العدوى انتشارا هي عبر ملامسة الأشياء في الأماكن العامة، إذا عليك أن تغسل يدك مرارا وتكرارا مع استعمال المعقم الكحولي. تأكد بأن بإمكان الفيروس العيش على يدك من 5 إلى 10 دقائق. هاي الفترة ممكن تفرك فيها عينك، أنفك، وجهك بدون ما تنتبه وينتقل لك الفيروس. لاحظ ثانية، يعني لما في لقاح للفيروس ذلك هو إنسان معرض لهذا الفيروس. للأسف لسه ما لاقوله لقاح يحمي الإنسان من هذا الفيروس. الحرارة بين 26 و 27 تقتل الفيروس، بس مانو هو العلاج بشكل عام. الوقاية هو الأفضل، والمي الحارة أو الساخنة بتقي بس من الفيروس، بس مانو علاج لمرض الكورونا. حاولوا ما تشربوا مشروبات مثلجة، ولازم دائما تحاول تعمل غرغرة بمواد معقمة للحلق عفوا لتقليل أو القضاء على الجراثيم باللوزتين قبل ما تتسرب للرئتين. طبعا شرب الماء بيساهم بشكل كبير لحماية الجسم، وبيغذي المادة المخاطية، لأن المادة المخاطية هي الدفاع، أو بيجي الدفاع بالوجه وجه المدفع للحماية من الهجمات الفيروسية والجرثومية. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو بشكل عام. آخر شيء أحب أعطيكم بعض المواقع الأساسية اللي فينا نستقي منها المعلومات بشكل أساسي وصحيح. عندنا موقع منظمة الصحة العالمية، موقع وزارة الصحة الألمانية، وموقع حماية من العدوى. راح أحطهم هدول بالتعليقات، وفيني نفوت عليهم نشوف شو هن. إذا دخلنا عليها، هذا هو موقع وزارة الصحة حكيانين عن موضوع فيروس كورونا، كيف نحمي في نفسنا منه، تصحيح المفاهيم المغلوطة، وأسئلة متكررة بشأن فيروس كورونا المستجدة، ونصائح بشأن السفر. هاي المعلومات وباللغة العربية، وفي عنا 3 لغات و4 لغات إضافية، عنا الإسبانية الروسية والفرنسية والإنجليزية، حتى الصينية يعني صاروا 6 لغات بشكل عام. طبعا الموقع الثاني هو موقع وزارة الصحة الألمانية. أنا اخترت اللغة البسيطة
في لغة مبسطة وفي لغة يعني شوفوا ليش تشبراخي، يعني اللغة المبسطة إذا لغتك الألمانية منيحة زيادة ففيك تقراها باللغة المبسطة. وفي عنا موقع الحماية من الفيروسات كمان اخترت اللغة المبسطة ليش تشبراخي، كمان فيك تشوف بشكل مبسط شروحات مبسطة عن الفيروسات أو أمراض بشكل عام. طبعا مثل ما شايفين هون حكيانين عن غسيل الإيدين والنظافة بشكل عام، والتعقيم هو الأساس بالحماية من الفيروسات والجراثيم بشكل عام. وهيك تكون وصلت لنهاية الفيديو، بشكركم ولحسن المتابعة، وأتمنى لكم صحة سليمة وعافية دائما، ولكم التوفيق. السلام عليكم.